قررت اني اتزوج عشان ابوي عاد. والله انك تعجبني انت. سيبا مو حرام، امي تتزوج وانت تتزوج وما حد فكر فينا صح؟ يمه خالتها طاحت من الدرج مسكينه وهي حامل، بس اشوى ما صار لها شيء. ناصر هذه وصيتي لك، بدال ما تعلم الياهل يقرا يكتب يقول له حرف، اتعلم على الكمبيوتر والكرتون. ما شفتي اخوك كاتل عصير على الارض، ليش ما تنظفينه؟ ما راح انظف، انا مو خدامه. يعني انا اللي خدامه عندك؟ احنا رافعين قضيه حضانه، ما نبي نتدخل اكثر من كذي، خلينا نتزوج ونسافر شهر العسل ولما نرجع نحل الموضوع، ايش رايك؟ الهما شلون كذي ما تقولي لي الموضوع؟ مو عيب اكتشف هالموضوع بالصدفه؟ الموضوع موضوعكم انت وفهد وحبكم لبعض. خلاص روحي المطبخ سوي لك خيار طماط اي شيء يعني. حياه ايش فيك؟ يما قعدي انا اجيب لك اكل من المطبخ. لا يما وقت تعال وين جاش؟ قاعده انظف شوف ريولك طبعت هني وسخت الحمام ظل ساعه انظف. اطلع اطلع اطلع. حذاري ما شفتي اخوك كذي مكسر البطاط؟ ليش؟ انا شكو صار لي ساعة وانا قاعدة انظف الصالة، حرام عليكم حرام. وانت بعد منثر البطاط؟ الله حلو البيت من غير يهال هدوء. الحين بس حسيت اني ببيت ريلي. الله يهداك يا غصون، ما يصير هالكلام يا ايبر، ما يصير. هي مكافي امهم خلتهم وهدتهم وراحت حق حبيبها هذا ما ايش اسمه هذا. زين يعني انا اقول يعني ليش ما تاخذ اليهال توديهم عند جدتهم ولا ترجعهم عند امهم احسن؟ بس عاد سكر هالموضوع اوكي؟ غريب الحين جدتهم ام ابوهم ما تبيهم، خلها تاخذهم. مو انا جبتها قعدت اسبوع عطيتها فلوس ما استحملت شرت قشه ومشت. حلو قلت يبغى صون تصير خدامه تنظف وتشيل وراهم. يا حبيبتي احنا ما صدقنا اني قاعد بروحنا، وليش هالنكد وليش هالحكي اللي ما له داعي؟ ليش خلينا احنا قاعدين بروحنا حد شويش وين عقد الالماس؟ هذا موجود. وين؟ مو قلت لك هو طاح وديت المحل يصلحونه، هذا الماس بالحبه يحطونه مو يوم وليله، يبي له وقت. ايش فيك يبا؟ متى بنروح امريكا؟ اوه انت الظاهر ما تبيني اقعد معك صح؟ ايش قلت انا؟ ما ادري قاعده وتتطلبين الله يهداك والله، اروح الديوان يبا ابرك لي قاعده وابي هذا وابي ذاك. اروح الديوان ايش طلبت انا؟ ايش قلت الحين انا قاعده اسال ما قلت شيء انا؟ شنو كتبي الفكه بس؟ هذا اللي يقولون عش الزوجية؟ أوع. My dear, listen. I want to talk with you. Yeah. السلام عليكم. Shh. What can I do? يعني صدق انتوا ولا مره سافرتوا امريكا؟ سافرنا امريكا اي. ليش تضحكون؟ نضحك؟ لان احنا حتى ولا مره رحنا البحرين.
وانتي تقولين امريكا. يعني امكم كانت تسافر بروحها وتخليكم؟ احنا ما طلعنا برا الكويت، لا احنا ولا امي. شلون امك تقول كل عطله تسافرون؟ يعني مره باريس، مره تركيا، من ديره لديره. باريس؟ هذا كله فوتوشوب، انا كنت اسوي حق امي واخليها تنزل انستغرام. يعني ابوكم ما يلح عليكم انكم تسافرون مني ولا مني؟ اساسا ابوي هو اللي رافض مو امي. انزين والذهب والالماس اللي نشوفهم بالصور بالانستغرام؟ ذهب الماس؟ اسمع شو تقول. شنو ذهب الماس؟ هذول كلها كذب بكذب، كسورات بلاستيك. يعني كل البوستات اللي تنزلها بالانستغرام كلها خرابيط كذب؟ ايه، امي تزوجت ابوي غصب، وامي من عائله رتش، عشان كذا كانت تنزل البوستات عشان ما يتشمتون فيها. هاي من عائلة رج. انزين بوكيهات الورد هذه؟ اي بوكيهات؟ ذيك المرة سمعت امي تشتكي ان ابوي حتى ما جاب لها وردة، وانتي تقولين بوكيهات؟ بوكيهات بعد. مرحبا. هلا. أقول فواز، هلا. عيالك اليوم يعني قالوا أشياء ماني قادرة أستوعبها. خير سمعتي؟ يقولون إن أنتوا عمركم ما سافرتوا، وإن الصور اللي تحطها بدري بالإنستغرام كلها فوتوشوب وخرابيط. ايه هذه بدري الله يهداها تحب الشو وتحب التفلسف الزايد، ولا انا ريال على قد حالي وانا اقدر على هالسفرات هذه. زين وشلون على امريكا؟ ايه نسافر، شو المشكله؟ شلون وانت تقول ما تقدر؟ ايه نمسك ايدنا شوي ومعاشك على معاشي، نجمع كم شهر ونسافر. شنو قضيه؟ شنو هيك؟ هذا العقد اللي قبلك يا فواز؟ انتي اخذتي فواز طمعانه؟ انتي على بالك فواز يشتري لي الماس وذهب ويب لي ورد؟ حرام، انا نسيت انبهج. ترى فواز بخيل نحيس ما يطلع منه الفلس. شفت انت كشختي وجناطي وعطوراتي؟ ترى كله من خير امي. امي الله يعافيها كل ما اروح معاها السوق هي تدفع، ولا على بالك من فواز؟ لا ما عليه، انا المفروض انا احذرك. يلا الله يعينك، ادري صدمه. ما عليه حبيبتي. منو؟
استاذه غصون بغيت اعرف شنو صار على الاجازه، لان انا وخالد حاجزين حق المالديف شهر العسل. اي صح، ترى انا وخالد امس ملكنا وعرسنا ان شاء الله اخر الشهر. قلت اقولك عشان تحسبين حسابك، لان بنسويه بافخم قاعه بالكويت والكل معزوم ان شاء الله. خلاص تي برا. السلام عليكم. لقيتها يا روان، لقيتها، لقيت زيتها، ولازم اسافر اليوم قبل باكر. اي روح، شو اللي مانعك؟ ما عندي فلوس، ابيك تسلفيني. انا راتبي زين يكفيني لاخر الشهر، شلون تبيني اسلفك؟ زين وبعدين؟ هذا ايميل زيتها. تقول انها درت اني عرفت عن مكانها. تقول انها رافعه علي قضيه طلاق. لانه ما يصير ريال يتزوج عندهم اكثر من وحده. هذه من صدقها ولا شنو؟ هلا. السلام عليكم. عليكم السلام، البيت خالي بدونكم. يما احنا تغدينا برا، انت تغديتي ولا بعد؟ اي ما تغديت، لا تحاتي. روح روح وراها، روح، لا تخليه بروحها. حاضر. ايوب. هلا يما. انا ما مباشر برجع شغلي. يما اذا كنتي تبين ترتاحين ولا تتقاعدين. تو الناس على التقاعد. والشغل يا يما بيخليني ما احس بالوحده. ولا عال على الناس. روح يما روح، توكل على الله، روح وراها. حاضر. يلا قعدة وكلوا. يلا قعدة. أقعد أكل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها حاطه ريوق حزه الغداء؟ وين غداك؟ والله انا هذا اكلي وهذا غداي، اللي يعجبه اهلنا وسهلا يفضل ياكل، واللي ما يعجبه يطلب مطعم. لا كلي ألو. السلام عليكم حبيبي، عطني ثلاثة مرق لحم. يا هلا ويا مرحبا فيكم، وهذه الساعة المباركة. ساعتك أبرك يعني. تبارك البيت والبنية، هذه بنيتكم، ما حاجة نسأل عنكم ولا تسألون عنا، من فريج واحد عندك. والف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك أبوك وإن شاء الله تفرح ان شاء الله في عيال ولادك. ان شاء الله ان شاء الله. Thank you.
هذا صار بغيابي؟ وهي بعد ما شفتي شيء؟ انت قولي لي عبد الله، شلون نفسيتك من انتقلتي بيت ولدك احسن الحين؟ شوي ما. الحمد لله على كل حال. انا اصلا كلها بحالي وطول اليوم كله بداري. زين تسوي مالك شغل بحد فكي عمرك. عظم الله اجرك شريفه. هجرنا وهجرك. خلصي الاوراق هذه. اقول هذه بطايق العرس، ابيكم كلكم تحضرون عشان نستانس كلنا مع بعض. وهذه بعد حجوزات شهر العسل حق المالديف. هالمره صدق مو فوتوشوب. اشكر احترقت. اي بس بدريه مو زين تسوي كذي، لا تصيري نفسها. ايوه عفيه ولد حليب؟ ليه؟ ايوه حليب. يلا حوسه حوسه حوسه. حوس قاعد حوس. لك هذا بعد. طحين تبي طحين؟ شويه وايد. حسوني حبيبي؟ ايوه. يلا حوسه 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 حوسه. حيل حيل حيل. ايوه 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 عفي حي شاطر. حليب شويه شويه شويه. رفعه 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 رفعه. ايوه يلا عفي حي شاطر. هاي 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 ليش مخليهم شارك كذي يسوي بالصاله؟ مخليه سيد يدش الحمام ويروح مني ومني؟ شنو ما في احساس؟ اكلم منو انا قاعده اكلمه تردي علي؟ والله مو شغلي. انت يا اخت العوده وانت تديرين بالك عليه. لا حبيبتي هذا مو شغلي انا، هذا شغلك انت. ولا عبالك ابوي تزوجك يحبون فيك؟ لا ابوي تزوجك عشان تنطين تشتغلين. ما عشان تقعدين طالعيني مجلة. أساس أبوي ما كان يواطنك، ما كان يواطنك فهمي، ما كان يواطنك. لما كانت أمي تدخلك البيت كانت تقول ليش دخلتها أصلاً؟ وشو تقول مسكينة؟ مديرتي بالدوام ما أقدر أقول شيء. غصون ايش فيش انت قافله الباب ومخليه هال بروحهم؟ وصلت لك بطاقه الدعوه؟ ايش علينا فيهم انت؟ والله متفرغه بصراحه. اي صح كلامك، ايش علينا فيهم؟ كلامك مضبوط. بطاقه عرس حلوه وشهر عسل جميل وعرس الناس كلها تحكي عنه، طبعا احنا شكوا فيهم. ناس عايشه بنعيم وانا اللي عايشه بكابوس. استحي على وجهك، عمرك مليون سنه هذا حكيك؟ ما تحمدين ربك انتي؟ قاعده ببيت بروحك لا شريكه ولا احد. ايش ما تستحين؟
أنا بسألك سؤال، بسألك سؤال وجاوبني عليه. أنت ليش تزوجتني؟ أوه شوفي ترى أنا ما لي خلق تعبان، وراح أنوم الليل بحط راسي أنام، لا تأذيني. للمرة الثانية أسألك، ليش تزوجتني؟ مع أني أنا متأكدة أنك أنت ما تحبني ولا حبيتني ولا بتحبني. زين دام منك متأكدة، إيش حقك قاعد تسأليني؟ خلاص خليك متأكدة. يا غير سالفة عادي. ليش ما حولتي لي الفلوس؟ يعني مليت سنتين وانا قاعد ادفع لك فلوس، كل يوم تقولي باكر عقبه باكر عقبه، اي خطبك وليت انت تقص علي، انت على بالك انا مدمره؟ لا ما شاء الله عليك فتحه باللبن. انت اللي مثلك لازم تبوس ايدينها ويها وظهر اني انا قاعد معاها. انت شايفه وجهك كنك كوع شبح وجهك. هذه فواتير الفلوس اللي كنت أدفع لك إياهم، تدفعهم ولا بلغ الشرطة؟ تدلين المغفرة ولا ما تدلين؟ إذا ما تدلين أنا أدليك هنا كاه هناك برأس العاير. يلا قوم روح اشتكي. إيش تبي تقولي لهم؟ تقولي لهم إني أنا شيفة وأدفع حق الحلوين عشان يطلون بويهي؟ أنا اللي بدفعك الثمن غالي أراويك. يلا يلا كمل كمل يلا 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 شر علي أنا اللي قاعد معك أصلا. يلا 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 بس يلا 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 عطيني عظم قفاش عاد. يلا هناك يلا يلا قوم يلا. يلا 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 يا حليلهم يهبلون بعد عمري، ربي يحفظكم إن شاء الله. حياة؟ نعم يما ليش الحين ما يبتوا عيال؟ شنو قصدك ليش الحين ما يبتوا عيال؟ موضوع يخصني أنا وريلي، لا يخصك ولا يخص أحد، ولا أحد له حق إنه يتدخل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يما أنا ما قلت شيء. شنو ناوية تقولين أكثر؟ تصدقين أنا غلطانة إني قاعدة معك؟ أروح غرفتي أبرك، من باكر راح أجيب تلفزيون ثاني. وينك فيه؟ الربع بالديوانية. خير صار شيء؟ اي حبيبي صاير. انا قاعدة مع امك قاعدة طالع تلفزيون وتي امك تستخف فيني تقولي ليش للحين ما جبتوا يا هال؟ يمكن مو قصدها. شلون مو قصدها؟ لا قصدها، وانا اعرف شلون الواحد اذا بيستهين فيني، انا مو ياهل. واسمعني ابي تلفزيون عود حقي بالغرفة. كبير حيل. حاضر انت تامرين. ارتاحي الحين وانا جاي بعد شوي. يلا يلا اوكي. يوم الله يهداك انتي سويتي. هو سويت؟ ما سويت شيء يما. يعني كان لازم تسألينها عن موضوع العيال؟ عادي يما ايش فيها؟ لا يما فيها. يوم الله يخليك لا تتدخلين بحياتي وتسببي لي مشاكل. خلاص يما خلاص. حقك علي وما راح اكررها. في شيء ثاني بعد؟ لا يما ماكو.
مشاري انت شو مسوي؟ اطلع اطلع. ترى انا خلاص تعبت، شوفي لك حل مع مشاري. انت يا اختي انا بعد تعبت ومالي خلقه. زين شو اسوي الحين انا؟ مشاري سك الماء يا ولد، سك الماء اقول لك، سك الماء. انا اعلمك انا اعلمك. انا راويك. اطلع اطلع اطلع. امشي ماني هدتك. امشي امشي انا راويك شغل الله. امشي اقعد اقعد. ايش قاعد تسوين؟ وخري عني انت بعد. اقعد اقعد. شاب ولا كلمه ولا عذاري ولا غير عذاري. وخر انت مشاري اللي قرب يا ويله. وخر عني اقول اخوي ايش قاعد تسوين؟ اوف ما بسمع صوتكم. ويش وين؟ انا راويكم شغل الله. ما تنفعك انت عذارك. وخري مو ملحق يشتر بطينه. انت 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 وخر ودش دارك دش دارك. ترى مو ملحق يشتر بطينه. لا حبيبتي من حقي دام انا موجوده في البيت هذا من حقي عيل. بس امك اللي من حقها تتزوج وتسافر حبيبتي. ما حد يتحملكم في هالبيت، ما حد تحملكم. لا ابوك لا امك لا يدتك حتى خدامتكم انحاشت. تبوني انا اتحملكم؟ انا راويكم انا راويكم شغل الله. ابيك تتحرك أبيك تتحرك بكرسيك سامع؟ ما تتحرك كلش فاهمني؟ أنا راويكم أنا اللي بربيكم عدل بهالبيت. ربيكم واحد ورا واحد وراويكم شغل الله. يلا الحين أبيك تتحرك. بس مبارك لا تبكي، صدقني أمنا تحبنا أكيد تحبنا. وأنا اللي بأدبكم بأدبكم وأعلمكم شغل الله. أنا بوريكم شغل الله. أنا اللي بعفسكم عفاس. نعم تفضل. شنو؟ هذه مسجات بدرية مع شاهين. الشرطة سحبوها من موبايل بدرية علشان تعرف ان هذه ما تصلح لا تكون زوجة ولا تكون ام.
هذه الأوراق أخذتها من أغراض فواز. على فكرة أنا جيت بس أحذرك وأقول لك إنها ما تصلح لك زوجة علشان تعرف الغصة اللي بقلب فواز. أنا جيت بس أحذرك وأقول لك قبل لا يطيح الفاس بالرأس. خليك معي وانا اعطيك زياده. ها اطلع برا، اطلع، امشي امشي أنا آسف. آسف على كل شيء. الإنسان ساعات يضطر إنه يسوي أشياء غصباً عليه.
ريتني يا ريتني كنت ملاك مثلك. سلام يا تزور المرحومة زوجتك قبل عرسك. يا سلام يا سلام. قربت الولد كذي. انا شكو يا باب خصوصا لما شافت مشاري كسر بايب مال الماي قامت تصرخ وتقول ان امنا ما تحبنا وراح تهدنا. هذه من صدقها هذه حاطه عقلها عقل الياهل. وانت ليش ما تقعد عاجل؟ ليش ما تقعد عاجل تلعب بالماي؟ كم مره اقول لك قاعد عاجل انا؟ كم مره اقول لك عاجل؟ اكو واحد يلعب بالماي؟ هذه بعد انا الحين صراحه يعني ما ادري حاطه عقلها عقل الياهل. Thank you.